لتمريراته هو واخوه احمد. كره ملعوبه عاليه داخل منطقه الزاويه والكره في المرمى. هدف اول، هدف اول براسيه الكبير، براسيه المدافع اسامه هوساوي بكره عاليه داخل منطقه الجزاء. يرتفع عاليا قبل الدفاع الاسباني، يرتفع عاليا قبل ايكر كاسياس، قبل قائد المنتخب الاسباني، ويسجل في المرمى هدف اول لصالح المنتخب السعودي. هدف من اسامه هوساوي من كرة عالية من الركلة الركنية. شوف الكرة من عبد عطيف عالية على حدود خط الستة ياردة، والارتقاء العالي المميز والرأسية أيضا في المرمى مع خروج غير موفق بتوقيت غير سليم أبدا من أيكر كاسياس. الكرة تخرج إلى مرمى المنتخب الأسباني، وهدف أول لصالح المنتخب السعودي، هدف أول في المباراة يأتي في الدقيقة 16. هو هدف